العطريه اللي على قبل وهي مثلا ديال هادشي ديال البريوات ديال البسطيله بالحوت البسطيله بالدجاج العطريه ديال الدجاج محمر الدجاج مشوي لي زيرب دو بروفونس هادو هما المسائل عاد زياده على العطريه العاديه اللي مثلا البزار والكمون والسكينجبير هادوك راه كيستهلكوهم دائما ولكن في رمضان كيكونوا ثاني كيستهلكوهم بزاف لان مثلا كيديروا بهم خرقون كيديروا به الحريره السكينجبير البزار هادو مسائل ديال الحريره وديال ديال الطاجين هما الحوايج اللي كيستقبلوا بزاف في هذا رمضان اللي كيديو من الناس بزاف زياده على مثلا بحال هاد لي زيل العطريه جديده مثلا اللي ولات جديده مثلا بحال دابا سميتها بحال الماريناد بحال سميتو ماريناد ديال القضبان مقلي مشويين ديال الدجاج مشوي ديال اللحم مشوي ديال الحوت هادو هما اللي سميتو بحال الكروفيت مثلا مطحون بحال هادو هما الحوايج اللي كاين اللي كيتكون عليهم اقبال بزاف في رمضان لا كاين حوايج اللي كنصاوبوهم روسنا حنايا سميتو قدام في المهنه وداكشي كنعرفو لا سميتو وكاين حوايج اللي كيجيونا مصاوبين مثلا بحال دابا مثلا الكروفيت مثلا ما كنطحنوش حنايا روسنا كنجي تجيبو لنا الشركه مطحون كاين بحال هاد لي زيبيس ديال البيتزا بحال هادي كنخلطوها روسنا مثلا كديرو فيها الحباق كديرو فيها سميتو الزعتر المردوش لي مرجولين هادو هما الحوايج اللي كيكونوا اللي كديرو فيها المعدنوس مع زيده على المعدنوس والقزبر كارمين وخضرين بحال كاين بحال مثلا ديال الدجاج محمر كنصوبوها روسنا ديال اللحم محمر كنصوبوها روسنا بسطيله بالحوت كنصوبوها روسنا الشاورما ديال الدجاج كنصوبوها روسنا هادو هما الحوايج اللي كنسميتو وكاين بحال هادي هاد لي ماريناد هما اللي كيجيونا مصوبين كاينه ماريناد مكسيكان كاينه ديال الطاليان كاينه ديال سميتو هادو هما لي ماريناد اللي كاين الثمنه على حساب اللي كيجيو من برا كيكونوا شي شويه مرتفع فيهم الثمن حيت كيكون فيهم شي حوايج اللي ما كيكونوش هنا في المغرب كلهم كيستوردوا ولي سميتو كيكونوا هذوك فايتين مثلا من 180 حتى ل 200 240 220 درهم ولي زيبيس العاديه اللي كنخلطوهم بالعطريه ديالنا حنا مثلا بالسكينجبير والبزار والخرقوم وداك الشيء كنزيدوا عليهم مثلا بسيبسه وقعقل بحال ديال التحمار ديال سميتو هادو كيكونوا مثلا من 120 حتى 160 180 درهم فالكيلو كنقولها دابا انا تمثيل بحال 100 غرام كدير 18 درهم ما بين 12 درهم 18 درهم غير الحوايج كيكونوا حارين ما خصش الانسان في رمضان ما خصوش ياكل الحار بزاف ودابا رغم ان سميتو الراء الحار والحامض هادو حوايج اللي كيجيبوا العطش ملي كيكون الانسان اللي قواهم بزاف وسميتو ولي زيبيس ما خصهاش تكون كثيره ثاني اكثر من القياس باش ما تعطيش الانسان ديك الحرقه ديال المعده وديك سميتو والزيوت شتي الاكثريه اللي كتمحن الانسان في الصائم في رمضان وهما المسائل اللي مقليه اللي في الزيوت لا البريوات ولا اي حاجه ولا ديك البطاطا فريت ولا حاجه اي حاجه اللي كتكون مقليه مع الانسان كيضل النهار كامل هو صايم كتطلع عليه ديك الحرقه ديال الزيت كتحلق ليه تهلك ليه المعده هذا هو سميتو اما بالنسبه للعطريه العطريه غير ما يقويش بزاف واللي يستعمل بزاف في هذا رمضان يستعملوا الخرقوم